طبعا زي ما احنا عارفين شركه نيفز الكترونيك اوفيشال ديستريبيوشن شركه السايتر مشهوره في تصنيع الموتور درايفر في ماليزيا. هنتكلم النهارده عن منتج جديد منتجات السايتر وهو موتور درايفر سنجل شانل 10 امبير. طيب ايه الجديد عندنا فيه؟ تعالوا نعمل له انبوكسنج كده مع بعض. طبعا الكيت طبعا زي ما احنا عارفين زي ما احنا متعودين على منتجات السايتر كلها بتيجي بوكسات زي ما احنا شايفين كده. ده كارت في كيو ار ممكن تخش يدخلك على اللينك بتاع الدرايفر تشوف ازاي بيستخدم. جيتنج ستارت شويه نوتس في الاستخدام ترابل شوتينج ودوت الدايجرام بتاع التوصيل اللي احنا هنقوله كده مع بعض. نفتح الكيت. الكيت زي ما احنا شايفين كده دي البورده الاساسيه ده الموتور درايفر. هنا لو مشينا زي الدايجرام اللي موجود هنا عندنا هنا البطاريه في موجب وسالب وهنا طرفين الموتور ام اي وام بي. الناحيه الثانيه عندنا من هنا بيقول لك هنا سويتش وهنا بوتنشيومتر. سويتش وبوتنشيومتر بيجوا جاهزين بالكونكتورز بيوصلوا دايركت هنا كده طبعا ليهم بولاريتي نفس الكلام كده. ايه البوتنشيومتر ديت؟ البوتنشيومتر دي سبيد كنترول تتحكم في سرعه الموتور منها بشكل مانوال. والسويتش دوت ثلاث ستيت، ستيت في النص ده اوف للموتور، ستيت دايركشن، ستيت الدايركشن الثانيه. طيب ايه الجديد في البورده الموتور درايفر دوت من السايتر؟ الجديد هنا ان طبعا كنا عارفين ان الموتور درايفر بتاع السايتر بتقدر تتحكم في السبيد وفي الدايركشن بتاع الموتور عن طريق اي كنترولر. هنا لا ده مديك اثنين اوبشن. اول اوبشن انت تتحكم فيه بشكل مانوال لو انت عندك بس تول صغيره بسيطه ما فيهاش تعقيد ما فيهاش كنترولر وعايز تتحكم بشكل مانوال في السبيد وفي الدايركشن تقدر تعمل الكنترول مانوال عن طريق السويتش والبوتنشيومتر ديت. ولو عايز عندك كنترولر وعايز تتحكم اوتوماتيك عن طريق الكنترولر هنا عن طريق البنات هنا في جراوند بالس ويث ميديوليشن دايركشن عن طريقهم بتقدر تتحكم في الموتور في السبيد والدايركشن الاتجاه بتاعه. وجراوند طبعا ده جراوند عشان يبقى جراوند الكنترولر هو جراوند بتاع البورده ديت هو جراوند الموتور هو جراوند الباور سبلاي. عايز تعرف معلومات اكتر عن البورد او عايز تطلبها اللينك موجود تحت لينك الموقع بتاعنا موجود في الديسكريبشن وظاهر قدامك على الشاشه. ميكرز الكترونكس وميكرز فيوتشر.